وسهلا فيكم أول شيء وميرسي لكم. الزوق عندها شيء بيميزها يمكن عن غير مناطق، إنه أول شيء هي ضيعة مدينة بذات الوقت. يعني إذا لاحظتي وقتها جيتي لهون بتلاقي إنه في مطرح طابع ضيعة بعده موجود، اللي هي اليوم كزوق مصبح، الأثرات الموجودة بالزوق، الحضارات اللي قطعت عليها إن كان على بوابة نهر الكلب، لوحات اللي هي أقدم لوحة موجودة من التاريخ على بهالمنطقة بنهر الكلب وعلى الصخور هي لوحة نبوخذ نصر موجودة بزوق مصبح. ثانيا المرحلة إن كان قديما من أيام العثمانيين أيام المتصرفية كل شيء كجبل لبنان كان لها دور مثل كل البلديات والضياع اللي كانت بجبل لبنان. الميزة إنه بتحتوي على أربع مكونات أساسية بتجمعهم بزوق مصبح: مدينة تجارية بامتياز، مدينة صناعية، مدينة سياحية، ومدينة كمان تراثية بذات الوقت. بتجمعهم كلهم مع بعضهم، يعني اليوم طبيعة الأرض لأنه الامتداد اللي هو على الأوتوستراد الساحلي أول ما تدخل هي بوابة كسروان، يعني هذه شغلة كتير مهمة، امتداد الشاطئ البحري في عنا مشاريع كبيرة مشاريع سياحية. بيرجع وقتها تكون على يمينك أول شيء الشغلة الحامي الزوق هو يسوع الملك، وبترجع في عنا المدينة الصناعية، وفي منطقة أدونيس اللي هي منطقة سخانية كتير كبيرة مرغوبة لأنه لقربة، يعني الناس بترغب المنطقة هون لأنه بتعتبر أنه هي وسطية بين إن كان طريق الجبل بيطلع طلوع على بيروت اللي عنده أشغال وعلى منطقة الشمال، فالموقع هو موقع استراتيجي. وأدونيس هي أكيد يعني ما حما فرق، بس هي زوق مصبح. أدونيس هو مشروع سكني بالسبعينات، مشروع إفراز، كمشروع مفروض يكون مشروع كله فيلات، بس وقت بسبب الحرب والتشويه اللي صار والمعطيات أنا ذاك تغيرت وصار فيها تشييد الأبنية وكل شيء. هو ما في اسمه على السندات أما على الأوراق الرسمية أدونيس، يعني هي تسمية بس، هي كلها زوق مصبح يعني، ويسوع الملك كمان ذات شيء. من الضياع الكبير الزوق إن كان الامتداد ساحل جبل أو على الخط العام كواجهة بحرية، وسكانيا بتعد حوالي 80,000 نسمة وتعتبر من أكبر البلديات المنطقة. يقال إنه الزوق يعني عبارة عن سوق قديما، يحكى عن ثلاث إخوة كانوا هون مكايل ومصبح وخراب تقسموا، من هيك تسموا بهول ثلاث مناطق زوق مكايل زوق الخراب وزوق مصبح، يعني من أسوق أو دوق منهم بيقولوا إنه هاي التلة، يعني في عدة ترجيحات. أنا مش أول مرة بخوض المعركة، قبل بمرة كمان خضت معركة بس كنا بالمجلس القديم، يعني ما خضتها كرئيس بلدية، كرئيس هي أول مرة. كانت معركة من أقوى المعارك يعني بالبلديات، الخصم كان رئيس البلدية السابق، مع إنه كنا نحن بفرد ليحة سابقا، هدفه الشخص ليجي على البلدية بالمبدأ مفروض يكون الهدف الأساسي هو الإنماء وشو عنده شو الطموح اللي بيحبه، لأنه الضيعة آخر شيء تعني له، يعني أكيد اليوم خدمة الناس هي أولوية وهي بتكون بطبع الإنسان، وشأن البلدة شأن صعب لأنه ما فيك ترضي كل الناس، ويمكن أوقات واحد بيخسر وقت يكون بالمركز المسؤولية، بس كمان بمنطقة مثل زوق بهالحجم عندها كل الإمكانيات لازم تكون منطقة أحسن. الأولوية تبعولنا هي بشكل متوازن مع بعضه الماء الحجر والبشر، يعني عم نشتغل على اثنين سوا، الأشياء بتكون إن كان سقفية أم الناس اللي بتساعديها تكون راضية عن الأداء البلدي. اليوم ما فيك تعرفي بمنطقة كبيرة شو عند الناس، من هيك شو اللي عنده الناس مشاكل بحبوا يوصلوا إياهم، نحن مستعدين أكيد نعالجهم. وبالتاني مال كمان الأولوية هي مثل ما بتشوف أنت منطقة مكتظة كتير سكنيا، منطقة بيسلكها كل العالم إن كان على الطريق البحرية أو طريق الجبل، عندنا بحوالي 12,000 طالب ومدينة صناعية، هودي كل يوم بده يقصوا المنطقة يفوتوا ويطلعوا منها. فنحن هلا بهدف إنشاء وشق طرقات جديدة وتوسيع طرقات، يعني الدولة بكل شيء بتعرف في اشياء مجلس اعمار وزارة اشغال، بس في مطارح في تأخير، في مطارح في هلأ صار في تعاون عن جديد مع الوزارات، ان شاء الله بالحكومة الجديدة نقدر نوصل على حل، بس كمان نحن عم ناخذ مبادرات فردية اذا في حال صار في اي تأخير ما نكون نحن متأخرين، وفي حال اجت المساعدة بتكون اكيد احسن وهينت علينا. يعني نحن بلشنا
بإنشاء جسر صار بمرحلة متقدمة بمنطقة المخاضة نهر الكلب، كمان مع طريق بطول حوالي 3 كيلومتر بتوصل على النصف تقريبا طريق على زوق مصبح، يعني آخر حد جامعة السيد الويزة، وخصوصا أنه الجامعة هلأ بصدد إنشاء كلية للطب، فاليوم إذا العالم التلاميذ بيسلكوا هالطريق بيخففوا كتير ضغط عن الطريق الأساسية. وإذا أردت متأملين أنه نتساعد نحن بوزارة الأشغال بهذا الموضوع، وإذا لا رح نحن نقوم بكامل بالتمويل كله، مع أنه طريق فيها كلفة يعني بحدود 4 مليار ليرة تقريبا. هلا نحن اكيد لا شك في كثير وجود سوري وفي مشكله نزوح، بس على الاكثريه اللي العيال اللي اجت لهون استاجرت بيوت او شقق، مع انه اليوم التواجد السوري تواجد قديم لانه كميه المعامل الموجوده والعمال الموجودين هون وكلهم. هلا في استمارات هلا خلصوا عن جديد، يعني من هذيك الجمعه عم نعبيهم بالتنسيق مع القوى الامنيه وكل شيء تضل الموضوع مضبوط. هلا رح تتفاجئ انت لان احنا ما كان عندنا برنامج، لانه وقت جينا عارفين شو برنامجنا، بس نحن وقت وزعنا للعالم لانه نحن ما في برنامج في نحن وياكم، لانه كل البلديات وقت اهين شيء وقت الانتخابات حط برامج ما بيتنفذ شيء منه. نحن وقت جينا تننفذ وعارفين شو بدنا، يعني عندنا اول شيء عندنا اكمال القصر البلدي، يعني بنعمل كان قصر بلدي هون صار في تعديلات عليها، لانه بالمرحله السابقه في قسم كبير من المجلس ما كان راضي على هذا البروجي، لانه بروجي من اكبر البروجيات بالمنطقه، هو عباره عن 5 طوابق كل طابق 1000 متر زيادة عن امفيتياتر وهذا، فنحن منا بحاجه له بهالكبر، فصار في تعديل عليه، عملنا اول طابقين نحن البلديه، اخر طابق انعمل الخرايط صارت شبه منتهيه، راح ينعمل هو في جيم نادي رياضي للمنطقة لشباب ضايع أكيد بالنهاية، وحتى اللي بيحب من برا أكيد يعني سكان حتى المنطقة بيستفيدوا من أسعار تكون مخصوصة لها. في الطابق الثالث كمان رح ينعمل فيه إنشاء لجنة لإدارة الكوارث من هون مع التعامل مع الصليب الأحمر اللبناني، وينحط كمان للجمعيات. عنا مشروع أرض صار كمان بمرحلة بدنا نبلش بالتنفيذ، خلص خرايط إنشاء ملعب فوتبول وملعبين باسكت كمان. عم نشجع اكثر شيء اليوم الرياضه والشباب، خلقنا هلا كمان فريق للفوتبول، فريق بنات الاناث، بالمبدا لازم ننافس على بطوله لبنان اذا الله راضي، يعني كبلديه اول مره فرد مره عملت التوقيع مع لعبات كمان لعبات اجانب، اليوم الفتره التحضيريه خلصت نبلش بالتنفيذ، عملنا اتفاق مع نادي شوترز هون مقابل بدل نحن بندفعه بتدفعه البلديه كل جمعه سبت مع مدربين من الساعه 4 لساعه 8 مخصص لاولاد الذوق ولحتى السكان اللي عم بيجوا بيلعبوا مجانا، تتكون خلص البروجي اللي نحن بصدد تنفيذه. زينة الميلاد كمان لأول سنة كانت حلوة، وكانت من ضمن مبادرات شخصية ومؤسسات وهبات، القسم كبير منها كان هبات، وبذات الوقت كمان اشتغلت على شيء نحن أول ما جينا مع المجلس على موضوع هبات، اليوم مدينة صناعية وسكن كتير معرضة دايما العمليات او حرائق اكيد مخاطر معينه، فهذا الموضوع ودائما اليوم بتعرفي في التقصير ما في مركز دفاع مدني لهون بالزوق، في بجعيته بس مركز صغير ما بيلبي اوقات الحاجات، فانا نحن اهم شيء اليوم يكون في سياره اطفاء. اليوم بمنطقه كبيره مثل الزوق منعوز نحن اكيب كتير صيانه كبير ناحيه الكهرباء والاناره دائما، لانه اذا بده يصير في سرقات وهيك دائما يكون في دوريات غير الشرطه والحرس. صار في تبرعات بهذا الموضوع، بموضوع هبات اجت بحدود 100 مليون ليره، اشترينا فيهم نحن رافعه تتكون كمان اذا في مطارح الحريق عاليه تساعد سياره الاطفاء، وصلوا امبارح استلمناهم طلعوا صاروا هون، ويعني بعتقد انا من البلديات السباقه نحن بهذا الموضوع، اكيد في بلديات سبقتنا، بس انه كفكره ومتسند بكاملها على هبات شغله كثير مهمه، وفي قسم كبير من المجلس واشخاص اشتغلوا على الموضوع، لانه حتى الاسعار اللي انجابت هي اسعار كثير تشجيعيه، تقدرنا بهذا السعر نحن نقدر نجيبهم شغلتين. وهلا اذا الله راد بالفتره الباقيه مثل البلديه هون، يعني السنه بعد سنه بننقل على البلديه جديده. هلا عم تجينا بعد مجال السنه
نحن سنة بننقل إيه هلا لأنه صار في خرائط جديدة والتعديلات، حكينا مع المتعهد بعد سنة بننقل، والبلدية الحالية اللي هون رح تصير مستوصف مع مستشفى صغير ميداني، ورح بالمرحلة الثانية إذا أراد خلال شهر أو شهرين ينجيب سيارة إسعاف كمان تكون للمنطقة. فمكون هلا كبلدية مجلس بلدي، بس اليوم السيارة وهيك كمان رح يكون فيها بعتقد حملة مشان مع الهبات، لأنه اليوم الأشخاص اللي تقدموا بهبات مشكورين وقت يشوفوا انه الموضوع ما انه موضوع وهمي، ويشوفوا انه موضوع متابع، واكثر شيء من شهرين لهلا يكون انشغل وجبنا نحن استقصينا اسعار وضمن هذا البادجت اللي قليل، يعني ما فيك تجيبي فيه انت سياره اطفائيه اذا بدك تجيبيها من لبنان لانه استوردناها مباشره نحن من المانيا. فاكيد اليوم اذا الاراد ايدنا بايدهم نحن بنوصل على مرحله ثانيه، لانه اهم شيء يكون الوضوح بالشغل تنوصل على هالنتيجه تكون بتصرف الاولاد المنطقه. اليوم نفايات ما حدا معينا منا، وخصوصا يعني الذوق، لانه بكبر المنطقه وحجمها ضمن مدينه صناعيه ما كان في حتى مجال بالتراكمات اللي صارت قبل نرجع الى الناس تفرز، لانه اليوم لو حتى فرزت ناس بالنفايات اللي كانت موجوده ما عاد في نلاقي الحل المناسب. يعني كان اليوم حل بقطعه ارض كانت موجوده نكدس فيها لنلاقي حل وقت رجعت مع سوكلين انه يصير في تحميل للنفايات. سعينا نحن لنلاقي حل وعن طريق ايجاد قطعه ارض وانشاء معمل، وصار في تنسيق مع عده اشخاص وعرض اسعار تقدموا فيها، ووقعنا من 15 يوم نحن مع شركه خاصه، بس لانه اليوم الارض هي ضمن الذوق بالمدينه الصناعيه نحن كان بساعي منا تتامنت الارض، ينعمل معمل خلال 7 أشهر بيكون جاهز لاستقبال النفايات بكلفة تقريبا ما بتتعدى ال $55 للطن، اللي هي شغلة بتشكل وفر كبير يعني بالنسبة اللي عم تدفعه بلدية الزوق هلأ ان هي للنفايات شغلة كتير مهمة. واكيد نحن ما نعمل معمل كتير كبير، كان هذا الشرط الاساسي، نعمل معمل اكبر بشوي اذا البلديات اللي حدنا، لانه اليوم وقتها كمان بلدية اللي قريبة منك بتشيل هالناس اوقات النفايات من عنده بتجي تحطهم عندك، في كتير منهم بدنا نلاقي حل للكل. نعمل معمل بساعة 100 طن، يعني نحن بحدود 50 و50 تركناه للبلديات القبل كمان باسعار بصير في اتفاق عليها معهم، بس كمان ضمن هالكوست. يعني نحن دائما قلنا اكيد اولويه بشيء صغير لانه ضمن نطاق منطقتنا، وانعملت كل الشروط الخصوصيه اللي نحن طالبينها من ناحيه تقييم الاثر البيئي، شو في ضرر، ومع انه المعمل معمول رح يكون تجهيزه كمان كله معدات المانيه حسب الشروط اللي نحن حطيناها، رح يكون مسكر كله سوا، ما في لا تمر ولا حرق ولا شيء، لانه الاستاذ جوزيف اسطفين يعني صاحب الشركه رح يكون عنده ارض ثانيه مشان الفرز والتمر بمنطقه بعيده بالبقاع او بعكار، فرحنا هون بس رح يكون قصه اللم والفرز جوا، من ناحيه التشجير والمداخل وكل هيدا تنفيذها وفقا لكل المعطيات. يعني المشكلة الثانية نحن بنوقع فيها كمان هي مشكلة الصرف الصحي. المنطقة كلها ما فيها صرف صحي، نحن شبكة المياه المبتذلة بالصرف الصحي موجودة، فيها مطارح نواقص هون خالصة، بس بالرغم وقتها كان في كثير عرائيل بكل البلديات كلهم رافضين انه يعطوا أرض، وهيدا صار في تنسيق مع مجلس الماء والعمار، وتلاقي أرض بوادي نهر الكلب بنعمل فيها محطة تكرير بتمويل ألماني بكلفة حوالي 144 مليون أورو. وقتنا نحن موافقتنا المبدئية على المشروع، فإن شاء الله يكون مشروع، لأنه اليوم شو ما عملتي وشو ما حسنتي بوجود مشكلة نفايات ومشكلة المجارير ما بتكون تقدمتي بشي. اليوم الزوق ما بقى فيها الواحد ينعمل له شيء من ناحية تجميلية، لأنه منطقة صارت كتير كبيرة. يعني نحن عم نجرب بقدر الإمكان وبدون ما نحط أعباء على الأشخاص منجرب نحسن ونظبط. شغلة تانية رايحين عليها إذا الأراد هلأ بالربيع هي البالكون فلوري، يعني نحن بدنا نأمن لكل الشقق الموجودة إذا الأراد من هلأ لشهرين أحواض زهور تنحط فيها تراب وتتنزرع تتحط على كل الشرفات، كل الشرفات البيوت اللي على الطرقات، وهن بيهتموا بس بسقيتها وهيدا، هيك بنعمل الزوق خضرة. يعني أنا عم جرب تقول واحد جو جرين، يعني قد ما فيه ما بصير التجميل الا اليوم بالخضار. واليوم حتى حكيت مع كل شركات الاعلانات، لان كمان كان في تجاوب كثير، انه اليوم كل اعلان عم بنحط
بالأملاك العامة أو حتى الخاصة، إنه هالإعلان بتزيد قيمته إذا كان تحته حلو المحيطه، وبذات الوقت كمان هو بقدر أنا فوت ببروجي إنه هالزوق وقت تفوت من مدخل تونيل تتوصل لكل هالأوتوستراد اللي هو ما في حياة تتحسن فيه. فنحن أول مبادرة كمان كانت من معمل سيدم بالتنسيق مع إكزوتيكا، يعني بتمويل من السيدم، نعمل حديقة على اليمين جميلة إذا الله راد، هلا بعدها بدها بوقت أكيد مثل كل شيء. ومن هالفكرة حكينا نحن مع شركات الإعلانات إنه كل شركة إعلان مطرح ما هي بتزرع ضمن أكيدة بلان معين أفون بروجي بينعمل بينعرض علينا، لأنه تما يكون كل واحد زرع شيء يكون في تنسيق بين الكل، وهو بيعتني بصيامته خلال السنة. صار في كمان من شي شهر تواصل مع المؤسسة الإنسانية إيهم، واجينا هبة كمان منا اشترينا بموجبهم، يعني هن دفعوا حقهم بس نحن نقينا شو الغراض، هن بسكليتات وألعاب للأولاد راحين بعدهم هلأ بالديبو لأنه الشتاء، فبالربيع إذا الله راد راح يتوزعوا بالحدايق، لأن الحدايق كان في بالمرحلة السابقة لا أمور سياسية وشخصية وكل الحدايق ما كان ما عاد في حدايق عامة بالزوق، انعملت كلها مطاعم ومقاهي تسكرت. وأنا أول ما جيت كان نحن الهدف الأساسي أنه هيدا اسمها حديقة عامة مفروض تكون متناول الكل، ما في شخص اليوم بده يكون معه مصاري معينة تيجي ويطلب بقلبه، في يكون واحد يكون ما بيملك شيء وبده أولاده يرفه عنهم مثل كل بلدان أوروبا. فاستعدنا أكتريتها، وفي عنا خلال 20 يوم تسليم الباقي يكون حررناهم، ونعمل حتى كمان البروجيات قبل ما حتى يتسلموا تنربح الوقت كيف بده يتم تأهيلهم وكل شيء، العالم نحط فيهم مقاعد وكل شيء. وأكيد في ورشة تأهيل ممكن طرقات والرصيف، وهذا راح نروح قد ما فينا بدال يعني البيتون على الحجر البازلت والجرانيت، انشرى قسم كبير منهم هلأ يعني عم بنحطوا بمطرح بأرض تجميعهم، تنبلش بالمشاريع الجديدة، يعني بيلاقوا بعتقد بيحسنوا المنطقة وبتصير يعني غير لوك بالنهاية العالم العودة عليه إذا الله راد. لأنه بالتنسيق كمان مع المندوب محافظة جبل لبنان، وأنا عم دائما مصر على هذا الموضوع، ونحن هالي زيادة لأنه أصحاب المولدات بيضووا الشوارع كلها تبع الزوق. وتاني الشغل اللي نحن بهالكم الكبير من المولدات الكهرباء واليوم يمكن الإزعاج للناس وضرر وكل شيء، لقينا الحل الوحيد نحن أنه نتعاون نحن وياهم على مطرح كأنه يعني ضريبة، لأنه هن اليوم عم بيشغلوا موجودين بأماكن أملاك عامة للبلدية محطوطين. فالاجتماع كان مبارح وبكرة الاجتماع مع المولدات الكهرباء، جمعية أصحاب المولدات الكهرباء رح ينفرض هذا الرسم، هذا الرسم اللي هو رح يكون بحدود 500 مليون ليرة تقريبا بالسنة على كل أصحاب المولدات. نعم رح يتخصص هذا المبلغ للمساعدة بتعليم أولاد الزوق. يعني نحن في شقفة أرض، قطعة أرض هم موجودة هي للوقف مخصصة موقوفة لتعليم أولاد ذوق مصبح، لكل شخص من الذوق بيطلع له بحدود $400 على الولد، وإن شاء الله نحن بالخطة تبعولنا من نقدر نساهم بحدود $1,000. فاليوم وقت تكون عم تساهم بحدود 1500 من قصة التلميذ، ما بكون عنده حجة لحدا أنه اليوم ما يتعلم، وبعتقد أنه شغلة كتير مهمة. واللي رح المبلغ رح يتبقى نحن طلقنا من مشروع، يعني إن شاء الله خلال شهر بنخلص منه، هو بطاقة الشيخوخة. رح يكون في عنا تقريبا حوالي 80 مسن فوق 75 سنة، فبتخصص لهم كمان مبلغ شهري بالقليل ما يعوز حدا ويعيش بكرامته. يعني إنه إذا لأنه في إمكانيات كان مطرح محدد، وحتى الإمكانيات وقتها كانت قليلة لقينا بهذا الباب الثاني إنه نساعد. فهذا كنت عم بقول لك إياه قبل، إنه مش بس الشغلة هي تكون الإنماء على الحجر ويشوف واحد زهور وكل شيء، وجوا وقت يفوت يلاقي في ناس تعسى وفي ناس محرومين، وهذا قد ما فينا نساعد وقدر الإمكان. فإن شاء الله مثل ما الله بيريد إن شاء الله يا رب. هلا اكيد اول فتره صار في تقصير بالمهنه، يعني بلديه جديده وبلديه بهالكبر كمان، هلا المكتب
في 11 محامي نحن يعني كتر خير الله، عندي شق الدعاوى الكنسية والهيدا هي مدامتي لانه عامل اختصاص كنسي، فصار في يعني انا كنت اشتغل فيهم هي اخذي هذا الشق الكبير نتعاون ثلاثة خميس مخصصهم لشغلي والمكتب، حتى بالاوقات كثيره بعد الدوام وهيدا بتبقى المواعيد لانه بالنهايه الاستمراريه هي ضمن واحد عمله، يعني المحاماه هي رساله، واكيد اليوم كعمل بلدي بتساعدني منيح لانه بيكون واحد مطلع اكيد على القانون وكل شيء، يعني حتى اليوم في محامي البلديه بس حتى شو من الاشي يعني مش انه عدم ثقه، بس اوقات الواحد يعني اطلاع زياده وش القانون الاداري كمان شغله كتير كبيره، فانا برجع كمان بشوفه بطلع على كل المعاملات وبس لانه اداريا برجع بحول الموضوع على المحامي الاول وبتناقش انا وياه كمان بمواضيع كثير كل واحد بيعطي وجهه نظره. اكيد اليوم تعب اكثر بكثير وانا عندي كمان يعني اشغل كمان برا وعندي سفر، بس كمان حتى صار سفري كثير قليل، يعني بطلع هلا بسافر مثلا الجمعه برجع الاحد او جمعه بسبت نهار او نهارين، لانه ما في ان كان هون بتغيب رح يعني الناس والمواطن كمان عنده معاملات وما وقعت اليوم لانه في اشياء بتكون مستعجله، وكمان بالمحاميات بهمني كمان ننسق مع المحامين الموجودين كمان بالمكتب ودائما متابعة اكيد. انتو يعطيكم الف عافية ولا قويكم. انا بدي اتشكركم على وجودكم ولا قويكم، بتشكر ليبانون جيت عن جد، يعني ان شاء الله دائما بهالاستمرارية واحد شخص يوصل كلمته وتوصله كلمة البلديات والناس، وحتى الناس دائما تضل مطلعة على مشاريع البلدية وتعرف انه في ناس حقيقة عم تشتغل. الله يقويكم.